واحد من ابناء النادي الاهلي المخلصين جدا. جماهير النادي الاهلي بتعشقه عشان هو اهلاوي بجد، معروف بخفه دمه وبالمقالب اللي ما بتخلصش، معروف كمان بصوته الحلو، ويمكن علشان كده اسمه مطرب الفرقه. قررنا النهارده نطلع بره الماتش والتمرين ونوريكم حياه لعيب الكوره بره الكلام ده عامله ازاي. منورني في حلقه خاصه جدا كابتن سعد سمير. برحب بيك يا كابتن. رمضان كريم، كل سنه وانت طيب. في البدايه كده عايزاك تقول لي ايه الاجواء الرمضانيه، بتعمل ايه في رمضان؟ برحب بيك وكل سنه وانت طيبه وكل جمهور النادي الاهلي بخير وكل الشعب المصري والامه الاسلاميه بخير ورمضان كريم عليهم كلهم. يعني رمضان بيبقى بالنسبه لنا ثابت بالنسبه لنا، علشان وخصوصا لو كان في مباريات او كان في ماتشات وتدريبات، فبيبقى اليوم مختلف شويه بالنسبه لنا، غير لو مفيش مباريات او مفيش لعب بيبقى في هدوء اكتر شويه، بنعرف تستمتع بيه اكتر. الشهر ده للاسف هيبقى معظم الشهر فيه مباريات، فبنتمنى ان احنا ان شاء الله يعني ربنا يقدرنا ونعرف نستمتع بيه. فبيبقى التدريب بعد الفطار، وبعد الفطار بقى اليوم بتاعنا بيبتدي كتدريب وكالبروجرام بتاعنا او مباريات، وبصلاه الفجر بتحاول تنام بعد الفجر، وبعدين بتقوم على صلاه الظهر، بتبتدي بقى تقرا قران، تصلي، بتقعد معظم الوقت بتبقى في البيت يعني. يعني مثلا ما فيش وقت انك تخرج مع العائله يعني عندك؟ اول يوم لازم نتجمع كلنا طبعا، العيله كلها في بيت العيله وبنفطر مع بعض، ده طقوسنا اول يوم. وبنبتدي بقى ايه، كل يومين ثلاثه بنبقى انا واخواتي، الوالد، الوالده، عمامي، بنبتدي نتجمع برضو على طول يعني معظم الشهر. لو قلت لك توصف نفسك بكلمه، ايه هي الكلمه دي؟ اوصف نفسي بكلمه؟ كلام كبير. يعني شايف سعد سمير، ايه الكلمه اللي ممكن تكون شبهه؟ مش عارف، يعني اول مره تسال السؤال ده. سؤال صعب؟ لا مش صعب، بس اول مره تساله يعني، فمش عارف يعني. يعني ايه ابرز حاجه في، يعني الواحد ما يعرفش يوصف نفسه، ممكن بقى ابرز حاجه في شخصيتك، شخصيه كابتن سعد سمير؟ يعني هو على طول يعني امي كانت تقول يعني تاخد نصيب من اسمك يعني، فممكن ده اللي يوصفني يعني. كابتن سعد سمير بتخاف؟ في حاجات الواحد بيخاف منها اكيد. ايه الحاجات اللي بتخاف منها؟ الاماكن العاليه. فوبيا من الاماكن العاليه؟ مش لدرجه فوبيا يعني، بس ما بحبش الاماكن العاليه. بتخاف في حيوانات مثلا معينه بتخاف منها، حشرات؟ لا لا عادي يعني، الا بقى الحاجات اللي لو طلعت او الحاجات اللي هي دي يعني الطبيعيه اللي بني ادم يخاف منها، لو طلع لك تعبان هتخافي منه، طلع لك حاجات معينه كده الواحد هيخاف منها يعني، لكن مش لدرجه الحشرات، الناموس، الحاجات دي لا عادي. طيب انا عندي معلومه بتقول ان انت دخلت كره القدم بالصدفه البحت، انت اصلا كنت يعني لعب العاب قوه، احكي لي بقى القصه دي. لا خالص، معلومه مش مظبوطه، دخلت عادي. لا بتكلم بجد؟ كنت بلعب يعني بلعب كوره عادي وبلعب لعبه تانية، وبعدين كملت بقى في الكوره يعني، يعني خدت قرار. ما كنتش تلعب اي قبل احي يعني قبل كره القدم ما كنتش تلعب اي حاجه؟ لا كنت بلعب في نفس الوقت يعني، كنت بلعب في نفس الوقت وانا صغير، وبعدين شغال في الكوره عادي، وشغال في وانا صغير كنت بلعب العاب كوره عادي، وبعدين كملت بقى في الكوره خطواتي وكده وكملت عادي يعني. معظم وانت صغيره معظم الولاد يعني الاسر بتلعبهم كذا رياضه يعني، علشان خاطر لحد ما يشوف الوقت اللي هو شايف ان هو بقى كويس في الرياضه دي او بقى كويس في المجال ده وبتدي يكمل فيه بقى. طيب لو ما كنتش لاعب كوره كان ممكن ايه الحاجه اللي كان نفسك تكون؟ وانا صغير كان نفسي ابقى ظابط. ظابط؟ شايف شخصيتك لايقه على ظابط؟ والله هو اصل الشخصيه دايما الناس بتاخد الناحيه الظاهريه يعني الظاهر للناس، لكن كل واحد في شغله او في حياته بيعرف امتى يبقى بيفصل يعني بين شغله بين حياته الخاصه بين، فكنت شايف ان انا هبقى ظابط. نادرا لما بنلاقي راجل بيعرف يطبخ، كلمني بقى على الموضوع ده. مين بقى اللي بيعرف يطبخ؟ انت المفروض بتعرف تطبخ. يعني مين علمك الطبيخ؟ وايه الاكله اللي بتحب تعملها مثلا؟ عشان كنت قاعد لوحدي وانا صغير فتره طويله يعني، سواء في استراحه الناشئين في النادي الاهلي او لما ابتديت اقعد في مكان لوحدي، فابتديت اتعلم ان انا اعمل اكل، لان انا ما بحبش اخرج كتير يعني، انا مش من النوع اللي بخرج كتير او بتحرك كتير، فمعظم الوقت في البيت. فتعلمت بقى بكلم والدتي في التليفون، عايز اعمل كذا النهارده، عايز اعمل كذا،
فابتديت اتعلم واحده واحده. طبعا اول ما الاكل بيتعمل بيبقى عايز ترمي، اول ما بعمله ما يتاكلش. فمره الموضوع الواحد ابتدى يتعلم بقى. بقيت بتحب تدخل اصلا المطبخ وتطبخ؟ اه يعني انا بحب حاجتي، يعني اقوم لو انا محتاج حاجه المطبخ انا اقوم اجيبها بتاع كده يعني. لكن كطبيخ دلوقتي لا، بعد ما الواحد اتجوز وكده مش خلاص بقى. اطبخ وانا عازب وانا متجوز صعب قوي. طيب. الناس كلها عارفه انه كابتن سعد سمير صوته حلو. صوته حلو يعني المفروض بنشوف فيديوز على السوشيال ميديا وبنشوف كذا بخاطري يعني كذا اغنيه بتغنيها مع الفرقه. بتحب تدندن مثلا وانت بتطبخ او بتعمل اي حاجه؟ ايه الاغنيه دايما اللي بتبقى معلقه معاك مثلا؟ لا خالص يعني، وانا لوحدي ما عمري ما بغني يعني. بس احنا لازم بنبقى تيم؟ موجودين، بنحب ان احنا لو كسبانين حاجه بطوله او في فرحه معينه احنا فرحانين بيها او احتفاليه معينه، بنحب ان احنا نتبسط مع بعض ونفرح، لانه معظم وقتنا مضغوط ومعظم وقتنا تنشنه، فبنحاول ان احنا نفك شويه يعني. بس لكن زي اي حد، زي اي شاب او اي حد في من زمايلي، لما يكون في اغنيه جديده نازله او حلوه بنسمعها او بنقعد نغنيها في الاوضه مع بعض يعني كده. خلي بالك في ناس كتير بتقعد تغني بس هم قدام الكاميرا ما بي... يمكن انا اللي ظاهر، فالناس واخده انطباع ان انت بتضحك على طول بتهزر. لكن في ناس لكن في ناس معايا قرود يعني. اوكي يعني بس يعني بتتكسف قدام الكاميرا برضو نقدر نقول. مش بيتكسفوا يعني يقول لك لا ما مش بلاش قدام الناس عشان ما حدش ياخد فكره عني يعني. طب بتسمع مهرجانات؟ اكيد بتسمع مهرجانات. يعني مش بسمع سميع، لكن لو في فرح او في مناسبه او حاجه بنسمع. ايه اكتر مطرب شعبي بتحب تسمع؟ والله يعني اصل الاسامي صعبه شويه. اسامي المطربين الشعبيين. اغنيه طيب معلقه معاك. المهرجانات ولا الشعبي؟ الشعبي لا يعني الشعبي عارف الاسامي طبعا، بنسمع كتير. إيه لكن المهرجانات مش مفيش اسامي معينه، بتبقى صعبه فبنبقى عارفين الاغنيه يعني، لكن تساليني مين اللي بيغني ما اعرفش. ما فيش حاجه معلقه معاك دلوقتي؟ الشعبي لا، في اغاني. قول لي مثلا. العدويه واحمد عدويه وحسن الاسمر. رمضان. بتحب أحمد رمضان عدوية. البرنس بحب عدويه جدا، وحسن الاسمر، طارق الشيخ، بهاء سلطان بحبه جدا يعني. دول الناس يعني اللي بسمعهم على طول عظيم. يعني عظيم. يعني دول الناس اللي بسمعهم. لسه كنت بسمع عدويه قريب، كنت حاطط ستوري على انستغرام. الاغنيه دي اغنيه اسمها ست وبسبست له بسبوسه. بتحب الاغنيه دي صح؟ لا هي نازله فيلم بتاع اطفال وكده فعجبني يعني، فكنت بسمعها يعني. عارفه ان مراتك بتحب تشاركك كل تقريبا لحظاتك يعني. لو مراتك قالت لك لو جالك عرض احسن من النادي الاهلي بمقابل اعلى تسيب النادي الاهلي، ايه رد فعلك؟ هي مراتي ملهاش في الكوره خالص يعني، مستحيل تقول لك السؤال ده. هي ما تعرفش حاجه في الكوره، مش فنيا كوره يعني. ممكن مثلا كزوجه بتستشير زوجها؟ لا تستشير في النادي الاهلي، ما فيش استشاره يعني. مستحيل مثلا، مستحيل انه مراتك تقول لك الموضوع ده؟ لا هي مراتي موضوع الشغل او حاجه ملهاش علاقه بيه خالص يعني، هي ملهاش في الكوره او في الرياضه. بتدعمني لو محتاج ان انا نفسيا او معنويا او شايف ان انا متضايق او مخنوق، لكن قرارات الكوره دي خاصه بيا انا يعني، ما حدش له علاقه بيها يعني خالص. لكن هي عارفه يعني ايه اكتر واحده يعني عايشه معايا، واكتر واحده مرتبطه بيا وانا مرتبط بيها، فعارفه حبك للنادي وارتباطك بالنادي. ف يعني عارفه انا بحب النادي قد ايه يعني، فهي بتحب النادي، حبت النادي من خلالي يعني. لكن هي مالهاش في الكوره خالص. كابتن سعد سمير مشهور انه بيعمل دايما مقالب في اصحابه احيانا جوه التمرين. حصل قبل كده انه في مقلب خلاكوا تشدوا مع بعض اي لعيب؟ مش للدرجه دي يعني، بس كلها حاجات بتبقى هزار في اطار يعني الحاجات اللطيفه الخفيفه. زي ما انا بقول لك بنكسر ملل او حاجه، لكن ان احنا نشد لا. ممكن نشد تري على بعض، بننكش بعض بتاع زي اي شباب يعني، لكن ان مقلب وكده لا. طب عمرك شديت مع حد بعيدا عن المقالب جوه ال؟ شديت ياسر ابراهيم على طول بشد. اشمعنى؟ ياسر ما بهزرش، ياسر ممكن يكون واقف يقوم ضربك مثلا مره واحده، يزغدك بحاجه، يلاقي حديده يقول لك بهزر. فياسر عمل لنا مشاكل في موضوع الهزار ده، ممكن يعورنا في مره ان هو بيهزر يعني. مين اقرب حد ليك في النادي؟ والله زمايلي كلهم يعني الحمد لله، الواحد علاقته حد مثلا ممكن تبقى
بتهيس بتهزر قدامه؟ هو دلوقتي يعني القريب مني على طول معايا على طول كريم نيدفيد ومحمد محمود وكابتن وليد سليمان، بقى لنا مع بعض عمر في النادي دلوقتي. معظم اللعيبه يعني الشناوي، ايمن اشرف، طاهر، يعني معظم اللعيبه قريبين بعض كلنا. يعني ولادهم الصغيرين لما بيجوا لك البيت وبيعملوا دوشه كده وبيجننوك في البيت، تبقى عايز تطردهم بس مكسوف؟ لا لا، بحب العب معاهم، بالذات ولاد ايمن اشرف. لزاز يعني، هو بس ابن اجاي اللي كنت عايز اطرده بس، لكن ولاد ايمن اشرف. اشمعنى؟ ايه اللي حصل؟ لا هو كان عمال يهزر وعامل لي دوشه في البيت وقلق وعمال يجري ويخبط، فما كنتش متوقع. ان اصل خالد انا اول ما شفته كان صغير جدا، عنده سنه، فلما بقى عنده 5 سنين بقى دلوقتي او 6 سنين. فاجاي قال لي معلش هو تعبان شويه بس مهايبر شويه، قال لي هو يوم الجمعه بيقوم هايبر. بس لكن بالعكس بنحب نتجمع مع بعض على طول، وبنلعب مع الولاد وكده. ولاد ايمن اشرف بنقعد نلعب معاهم، ولاد وليد سليمان، ولاد شناوي، ف معظمهم يعني. بتحب القرايه؟ اه انا بحب اقرا، مع ان ما يبانش عليا بس انا بحب اقرا يعني. طب ايه اكتر كتاب مثلا عجبك في اللي قريته؟ اه ما بقراش كتب. تقرا ايه؟ اي حاجه، مش شرط كتب يعني. طب قول لنا حاجه مثلا يعني، لو مقال نزل او حاجه او بتاع. في كتاب قريته يعني ابتديت فيه من فتره، اسمه البحث عن الذات. البحث عن الذات، اه بس فابتديت اقرا فيه يعني. ايه اكتر حاجه شدتك في الكتاب؟ والله هو رشحولي يعني، حد رشحولي وكده، فقال لي كويس اقراه وكده. في ان انت تعرف تتعامل ازاي مع الناس اللي حواليك، في ان انت تعرف ازاي تتحكم في شخصيتك وفي نفسك، وفي الايجابيات والسلبيات، المواقف الصعبه، المواقف فالواحد لو في وقت بيحب يقرا يعني. شايف نفسك اتغيرت عن قبل كده؟ يعني دلوقتي بقيت شخصيه مختلفه اكتر؟ لا بس دايما بما ان الناس بتحكم عليك من خلال الكاميرا، فانت بتحاول تبقى قدام الكاميرا اهدى شويه بس. يعني انت بس اتغيرت قدام الكاميرا عشان الناس ما تحكمش عليك؟ لا يعني بتقدر تفصل وقت يعني الهزار، زي ما بقول لك بنعرف نهزر كويس بينا وبين بعض مع نفسنا، ولان دايما الناس بتاخد بالظاهر، انت على طول بتهزر او بتضحك، انت في فتره يقول لك انت مش مركز، انت مش عارف ايه، لكن هو مش حدش عارف حاجه يعني. احنا جوه مختلفين خالص في التمرين، في الاوضه، في الماتشات، فبنحاول نفصل بس. بتتابع مسلسلات في رمضان؟ مش كله يعني، السنه اللي فاتت تابعت مسلسل او اتنين، فمش كله يعني. فاكر حاجه من اللي تابعتها؟ اه طبعا، اختيار. اه تابعت السنه اللي فاتت انا بحب المسلسلات بتاعت يعني مسلسلات الجيش، مسلسلات اللي بتتكلم عن الحرب، الجيش، الشرطه، المخابرات، بحب المسلسلات دي جدا يعني. بحب اتابعها واشوف يعني تاريخنا والحروب اللي احنا خضناها، الابطال بتوعنا اللي هم فبحب يعني مسلسلات رأفت الهجال، ومع الشوال، الحاجات دي كلها، السكوت في بئر سبع، فبحب المسلسلات دي قوي. مين الممثل اللي بتحب تمثيله؟ قبل كده في كتير يعني، استاذ احمد زكي، استاذ محمود عبد العزيز، استاذ عادل امام طبعا، نور الشريف، وحيد سيف، سيد زيان يعني، سعيد صالح، الناس بقى كوميديانات. طب مين الممثله اللي شكلها كان بيعجبك جدا وكانت فتاه احلامك مثلا وانت صغير؟ نوره. نوره مين؟ اخت بوسي. نوره اخت بوسي، اوكي. كنت بتشوف فيها فتاه احلامك وانت صغير؟ كنت بحبها. 2020 كانت سنه غريبه جدا، كان فيها ظروف كورونا، اصابه، طبعا نشاط الكوره توقف. ايه الحاجه اللي مش قادر تنساها خالص في 2020؟ وايه الحاجه مثلا اللي اتعلمتها، حاجه عرفت معناها اكتر؟ زي ما انت بتقولي كان في ظروف صعبه جدا واوقات صعبه، لكن يعني اكتر حاجه كانت مخوفاني خوفي على اسرتي يعني، والدي ووالدتي واخواتي ومراتي وبناتي، فكانت اكتر حاجه. وبعدين زوجتي كانت حامل في فتره الكورونا كلها، انا عندي فيروز، فربنا رزقني بغاليه، فكنت قلقان جدا على زوجتي وعلى يعني بنتي، وحصل في موضوع الحمل تعبت جامد، والبنت كانت المفروض يعني هتولد بدري، حصل لي ظروف صعبه، زائد ان والدتي كانت تعبت في السنه دي، واسرتي كلها جالها كورونا يعني. الف سلامه فكانت فتره صعبه يعني.
فالحمد لله بتعدي على خير والواحد بيحمد ربنا على النعم اللي هو فيها يعني. مشاهدينا مكملين معاكم مع قلب دفاع النادي الاهلي كابتن سعد سمير بس بعد الفاصل. برحب بكم تاني بعد الفاصل ومكملين مع كابتن سعد سمير. كابتن سعد، في الفقرة دي هسألك كام سؤال وهترد عليا بآه أو لأ. شتمت حد قبل كده وانت بتسوق؟ حصل أكيد، احنا مش عايزين نكذب، احنا في رمضان. بتخرف وبتقول أي كلام وانت نايم ساعات؟ والله في الطبيعي لأ، يعني لو بس لو الواحد تعبان أكيد بيخرف. مراتك مثلا قالت لك خرفت قلت كام حاجة؟ لو تعبان، بس اللي بيخرف على طول وهو نايم يعني ممكن يوميا أيمن أشرف. أيمن أشرف؟ على طول. عملت حاجة قبل كده وندمت عليها؟ لو رجع بيك الوقت هتغيرها؟ أكيد أي حاجة مش كويسة على الواحد هيبقى عايز يغيرها. أنا بسألك سؤال أون سبوت، عملت حاجة واحدة فاكرها ندمت عليها؟ أكيد. فاكرها؟ ممكن تقولها؟ لا، في حاجة غلط تتقال. لا يعني مش شرط، حاجة مثلا تصرفك فيها هيتغير لو رجع بيك الوقت. ممكن أوقات الواحد يتعصب أو عمل مشكلة أو حاجة أكيد يتغير. غسلت المواعين قبل كده؟ طبعا كتير؟ مفيش حد قعد لوحده ما غسلش المواعين. طيب نطيت من على سور المدرسة وانت صغير؟ لا لا خالص. عمرك ما نطيت من على سور المدرسة؟ انت كنت طالب مجتهد ولا ايه؟ ما كنتش هسه هنط المدرسة دي ما اجيش وخلاص. ليه الفرحة ده؟ يعني لا فرحة نفسي، لكن عمري ما كنت بنط من على سور المدرسة. طب كنت بتحب المدرسة؟ كنت بحب المدرسة. بتحب تروح المدرسة؟ فاكر كنت جايب كام ثانوية عامة؟ ثانوية عامة؟ فاكر. 75%. 75%؟ كنت بتحب مدرسة جدا. لا ما دي حاجة ودي حاجة. كنت بتحب المذاكرة بس بحب المدرسة. ممكن تروح المدرسة نلعب يعني نعمل أنشطة مش لازم يعني. قلبت فلوس دروس في ثانوية عامة قبل كده؟ عمرك؟ عمري. كنت بتروح الدروس تمام؟ أصل المدرسين كلهم صحاب أبويا فلو قلبت هيعرف. هتتقفش. هيعرف. بتخاف من العفاريت والجن والأفلام الرعب والكلام ده؟ لا خالص خالص. يعني ممكن تقعد لوحدك ضلمه تتفرج على فيلم؟ انا قعدت 12 سنه لوحدي، يعني قعدت 12 سنه لوحدي لحد ما اتجوزت. في الفقره دي وهي اخر فقره معانا هخيرك ما بين حاجتين، برشلونه ولا ريال مدريد. يعني انا ما بشجعش الا الاهلي، يعني ما فيش فرقه بشجعها وابقى منفعل وكده يعني، بس يعني الواحد ممكن يميل اكتر لريال مدريد. مدرب الاجنبي ولا المدرب الوطني؟ الاجنبي ولا الوطني؟ يعني في الاهلي الاجنبي. اكل مامتك ولا اكل مراتك؟ السؤال ده يعمل مشكله صح؟ لا لا خالص، هي مراتي عارفه اكل مامتي فعلا. لبس سبورتس ولا لبس كلاسيك؟ سبورتس. قهوه ولا شاي؟ ولا ده ولا ده. ما بتحبش ولا القهوه ولا الشاي؟ ايه الحاجه يعني اللي بتحبها؟ الحاجات بقى ينسوني يعني معظم الوقت، وليد سليمان مانع عننا حاجه. اي حاجه فيها فايده، لازم حاجه مشروب يبقى فيه فايده. بجد؟ اشمعنى؟ يعني الحاجات بقى المفيدة الطبيعية، الجنزبيل، النعناع، اليانسون، الحاجات شاي بقرفة، يعني حاجة يكون فيها استفادة. يكون يعني فيها استفادة فعلا اللي بتشربه. طيب بتحب الصيف أكتر ولا الشتاء؟ الشتاء. خروج ولا قاعدة في البيت؟ قاعدة في البيت. فعلا؟ بيتوتي يعني؟ شكل ما يديش صح؟ خالص. طب مراتك عندها مشكلة في الموضوع؟ لا بتحب البيت زي فعلا؟ بنت اللي مش عايزة تقعد في البيت. بنتك اللي عايزه تخرج. جوه مصر ولا بره مصر؟ جوه مصر. جوه مصر فعلا؟ جوه مصر. تمرين ولا اجازه؟ تمرين. اجازه بين الموسم والموسم. اجازه ممكن بين الموسم والموسم، ما بناخدهاش خالص دي مفتقدينها، لكن تمرين الواحد بيحب التمرين. محشي ولا ديك رومي؟ محشي. متأكد؟ بتحب؟ انت مستغربه ليه؟ ما بتحبش الديك الرومي؟ بحبه بس انت بتساليني المحشي بحبه اكتر. المحشي بتحبه اكتر. المحشي. طب اكل بيتي ولا اكل بره؟ لا بيتي. شخص بيتوتي جدا. اكل بيتي. يعني الاكل بره ممكن اعمله في البيت، احب اعمله في البيت يعني. نورتني يا كابتن، مبسوطه جدا بالحوار معاك ونورت البرنامج ونورت شاشه قناه الاهلي. انا كنت مبسوط ان انا معاكي وكانت حلقه جميله
وفعلا في اسئله كتير اول مره تسالها، فبشكرك وان شاء الله الناس تنبسط بيها، وكل سنه وانت طيبه وكل المشاهدين وجمهور النادي الاهلي بالف خير. مشاهدينا، دي كانت حلقتنا مع صاحب الدم الخفيف كابتن سعد سمير. اشوفكم على خير في حلقه خاصه جديده مع نجم من نجوم النادي الاهلي.